Express FM, الفريكونس اللي تزيد في القيمة. Fair Play. السلام عليكم من جديد في Fair Play. مواصلين نحكي على مقابلة السوبر التونسي وتتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب السوبر للمرة الخامسة. معنا واحد من قادة الترجي للتتويج هذا واللي رفع لقب البطولة البارح أكيد اللاعب سامح الدربادي. سامح أهلا بك. أهلا بك خويا سلام، مرحبا بك ومرحبا بكامل المستمعين إكسبريس FM. شنو أحوالك خويا؟ شنو الأمور؟ مبروك التتويج. الحمد لله. مرسي بوكو، الله يبارك فيك خويا. مرسي. دونك اكيد سامح ظهر لي البارح مقابله ما نقولوش ما ارتقاتش فنيا كبيره من زوج فرق، لكن الترجي كان حاسم، كان اخطر حتى الترجي ايضا في زوج فرص كان قريب من التسجيل وحسم اللقب. نجم نقولوا شنو الحاجات اللي خلت الترجي يكون حاسم البارح ويحسم اللقب نتاعو؟ والله الحمد لله يا ربي اخويا، تعرف معنا الترجي ديما معروف عليه، معنا في النهائيات ديما يكون حاضر. الخبره نتاع اللاعبيه نتاعو زاد بريسكيل ملعبية كل ما نلعبوا قبل على تيتروات وديما يوصلوا يلعبوا على تيتروات. سيما أنا حضرنا مليح في حضرنا مليح الماتش متاعنا وعملنا فيزيوناج معنا وشفنا نقاط القوة ونقاط الضعف متاع النادي الرياضي الصفاقسي. الحمد لله قمنا بشوط أول ممتاز برشا وكنا نجموا نسجلوا فيه أهداف، ما حالفناش الحظ. من الحاجة الباهية أن البارح فما روح من الولادي كلها، فما الناس كل معنا أهبطنا عدنا لونفي باش نربحوه بالتيتر. كنا ممكن نحنا كنا داخلين عدنا لونفي أكثر من جوالات الصفاقس، حاجة اللي حسيتها معنا حتى في الديويل في الواحد كلها مربحناهم، فكينا نص الميدان. ما كان ينقصنا التجسيم وكان يعني زادنا نعطوا حق الجارديان نتاعها ميمن دحمان اللي فسخ زبون معنا، كانوا واضحين. والحمد لله بعد في ضربة الجزاء يظهر لي كرة أنصفت الفريق اللي كان حاضر خير في 90 دقيقة. حذفتم ليه بينالتيات سامح؟ هذا هذي اللي بينالتي الكل، حتى كنت نحكي توا معي من دحميل الكل تشيتوا بالباهي معناها، وخاصة نعرف كيف أيمن رغم اللي ديما متألق كان في بينالتيات قبل البارح تقريبا الكل تسجلوا ضربات الجزاء حتى اللي ضاعوا كانوا على البار. صحيح ممكن ترانينا صحيح من النهارين قبل الماتش أنا كل وانتو في سيونس دونترينمون كل جوهر ياخذ يشوت بيلانتي. شوفوا مرة ضربت حظ ينجم يكون تنجم تكون تدرب عليها حتى جمعتين وبعد نهار الماتش تنجم تضيع معنا. البارح الحمد لله يا ربي كنا الناس الكل موافقين، جات حمد واللي ما كانش موافق الحمد لله بعد زوز ملعبين الفريق ضيعوا. أنا قلت لك يظهر لي التيتر مشى للفريق اللي يستحقه البارح، خاطر بالحق أنا حسين الرواح لعبنا مليح، عملنا 90 دقيقة معنا من عدنا برشا ما لعبناش اللعب اللي لعبناه البارح. الفريق اللي كان خير كما قلت لك الفريق اللي كان خير في 90 دقيقة أنصت الكرة والحمد لله توجنا وأوبجكتيف من الأوبجكتيف اللي سطرناها من الدخذينها في تراخب. ما تعرف الاسبيرانس ما عندكش وقت باش تفرح برشا في ساعة في سامانة في الفيستير، تعرف اللي بعد بنهارين عندك ماتش دمي فينال كوب تونسي. توا عدنا أوبجكتيف آخر وعدنا ماتش صعيب يستنى فينا، إن شاء الله ربي يجيبنا في السويب وإن شاء الله زاد نتوجب كاس تونس إن شاء الله، عدنا عليه برشا. عنده طعم خاص لك أنت كملت الماتش كابتن البارح بعد خروج خليل وهزيت أنت اللقب في الأخر. الحمد لله يظهر لي حاجة باهية صحيح، كي تضرب خليل معنا الكابتن نورمالمون تمشي المعز. معز معنا في لقطة باهية ومشكور عليها ونشكره التو معنا، وباش تعرف أنا الجو كيفاش نعيشوا في الاسبيرونس يعني الناس كلها رانا روح واحدة الناس كلها يد واحدة، معز وحده وجاغل يد واحدة في كابيتانا. علاش سامح؟ نعم علاش معز تنازل على أهلك أنت؟ ممكن خاطر حبني أنا نهز تيتر. فهمتك. حاب أنا نهز تيتر وقال لي لا خذ أنت، مشكور عليها معنا اللقطة باهية برشا. اون بليس حتى كي جيت نرجع في كابيتانا بعد الماتش الخليل قال لي لا انت هز الكوب، باش تعرف انا علاش الاسبيرونس ديما باهي وعلاش الاسبيرونس ديما توصل المنصه التتويج. اول حاجه الفيستير نظيفه برشا، الناس كلها نحبوا بعضنا، الناس كلها نلعبوا الحاجه يعني الهدف نتاعنا هدف واحد. البارح معنا تشوف معنا انا نحب نعطي كابيتانا خليه نقول له لا اطلع انت، هو يقول لي لا خليها واطلع انت هز انا نعيش عائله واحده نحبوا بعضنا برشا، ستاف تكنيك جواريت معنا مسؤولين اطار طبي
باللي رانا نعيشوا عائله واحده والناس الكل عندنا مصلحه واحده والناس الكل نحبوا الخير لبعضنا، وهذا كان الشيء اللي مخلي الاسبيرونس ناجح الحمد لله. اي واضح الامبيونس باهيه برشا بين الملاعبين الكل. سامح انت ظهر لي ديما شاب على الدوام، ديما ماتش كامل طالع هابط. الحمد لله يظهر لي مي البارح زاد رانا نلعب ضد فريق معنا محترم وفريق معنا درسنيه مليح في في الفيزيوناج كي تفرجنا فيها، معنا فريق يحب على يحب الاستاذ يحب كي يخليك تطلع وتاخذ اللعب، اما عنده يعني كونتر اتاك رابيد برشا. الحمد لله الواحد كان حاضر كما يلزم، انا قلت لك فما مرات الروح والعزيمه والجرينتا تخليك تنسى التعب وتخليك تنسى كل شيء. البارح الناس الكل حتى ما نصورش فما ملاعبي ما تعبش، اما راوي ما نعرفش انا يخرج من العظم، المهم يوصل لانه يتوج به الكاس هذه خاطر بالرسم متحقينا، سورتو بعد الكريتيك الكبيره اللي صارت من اللي رجعنا من اللي رجعت البطوله بعد فيروس كورونا. ان شاء الله عافانا وعافيكم الله، ان شاء الله ربي يرتحنا منه الفيروس هذا ان شاء الله. يعني فما كريتيك فما اسبيرانس ما عادش تلعب في الكوره، اسبيرانس ما عادش تفرج في جمهورنا مش راضي علينا. البارح يظهر لي ماتش باش حبينا نوريو للناس كل الاسبيرونس راهي في الماتشات الكبار ديما موجوده الاسبيرونس راهو هو سامح في النقطه البيريود نتاع الفورمه غايبه على الناس الكل وراهي ترجع، مي رانا غاديين نخدموا في خدمه كبيره كسوا ملعبيه كسوا ستاف تكنيك كسوا ستاف ميديكال، رانا نخدموا في خدمه كبيره برشا وصابرين ونحاولوا ديما نحسنوا، ديما الفريق ديما فما نقايص نحاولوا ديما نحسنوا فيها وان شاء الله المستقبل خير من حاضر ان شاء الله. هو في النقطه هذه سامح ظل الفرق الكل حتى في العالم مش كان في تونس الكل رجعت بعد كونفينمون الكل فماش حتى مردود كبير برشا معناها وان بليس كانت في تونس معناها ما تخليكش تلعب كوره، وهذه نقطه ونسكروها خاصه على الانتقادات على اللعب وكل شيء. سامح كنت منافسه مع ايهاب المباركي توا منافسه اخرى اللي كنت مع حمد النقاز، كيف ظل يرجع كله به الاسبيرونس هذا؟ مرحبا بي حمدي خويا وانا قلت لك معنا ملاعب كبير حمدي، ان شاء الله نستنوا منه اضافه كبيره في الاسبيرونس. شوف سيزون طويله وفما برشا ماتشات كوب دافريك وشامبيونا رانا زوز باش نلعبوا صحيح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حمدي يتاقلم على الجروب، انا عارف اللي هو ما يستحقش اصلا وقت باش يتاقلم، الناس كل اخوات ورحبنا به من النهار الاول، حمدي انسان خدام ومتربي ونظيف، راحت برشا اللي جا لاسبيرونس ومتاكد اللي هو باش يعطي اضافه كبيره لاسبيرونس، مرحبا به. ورانا ما عدناش في لاسبيرونس شكون يلعب شكون ما يلعبش، نحن مصلحه واحده في الاخر ونجريو على مصلحه واحده وكيف باش نتوجوا الناس كلها نفرحوا في الاخر، يفرح واحد وواحد لا. ما نطولش عليك سامح نكمل مع اخر سؤال، عملت ديكلاراسيون البارح قلت فما شكون تقلق من يا اخي من الالقاب الترجي كل يوم لقب؟ والله صحيح خاطر البارح توجعت شوي خاطر حسيت سيرتو في الدوزيام ايطون حسيت فما الاربيتر ولا يزفر سيون سينيك يزفر في جهه واحده، برشا كفرونيات ما فماش يزفرهم، برشا بلانتي لينا نحن ما تزفرتش، الجوج بحذيه هنا معنا ضربني جوار وجوار يقول له راني ضربت انا ما شفتهاش، عرفتها حتى في اللب حتى في الرد نتاعه ورد نتاع بروفوكاسيون حسيت انا وقتها الواحد عرفت مازال سخون شويه واحده، قلت له صحيح خاطر ابارامون كل نهارين نفس الجمعيه تطلع البوديوم، نفس الجمعيه هي تتوج كسوا في ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر كسوا في الفوت في الفولي في الهون ابارامون تقلقوا يحبوا يشوفوا كولور اخر يطلع البوديوم ويهز. أم مش باش تخليهم انتم ظهر لي عندكم لقب تبداو تدافعوا عليه من غدوه، ظهر لي دومي فينال كاس تونس ها؟ ان شاء الله يا رب ان شاء الله زي اوبجيكتيف اخر كما قلت بالنسبه لنا، ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب، نعرفوا اللي الماتش مش باش يكون ساهل ونعرفوا اللي المهمه صعيبه، اما رانا ديما ريسبيرونس ديما حاضرين وديما نلعب وديما نعاركوا للاخر، وان شاء الله يكون الكاس حليفنا المره هذه خاطر عندنا برشا ما هزيناش دوبلي، وحاجه باهيه انك تهز دوبلي في سيزون طويله وفي سيزون كيما السيزون هذا، ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب ان شاء الله. واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة سامح حدا بالي على تدخلك معنا وبالتوفيق ان شاء الله ليك في بقية مسيرتك الرياضية وكذلك بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي. موزيكا وبعد مواصلين في فير بلاي، مازلنا مكملين حتى لما